وزير الصناعة ديال الأدوية الجزائري في لقاء رسمي مع شركة تبوك لصناعة الأدوية، وهي شركة سعودية توجد بالجزائر. السيد كان ينبغي أن يتكلم عن الجانب العلمي والصيدلاني والجانب الاستثماري في الجانب الأدوية، وأصبح يتحدث على المغرب، وهذه دائما زلات الطغمة الفاسدة العسكرية في الجزائر. دائما أي موضوع إلا وتجبدوا المغرب. هذا الوزير هذا حين باش يتكلم في الأمور اللي هي تنفع بلاده، أحق الشركة تبوك ديال الأدوية راه الخارطة اللي عندك حط في الاجتماع راه فيها الصحراء ديال المغرب، وهي راه ماشي ديال المغرب، راه ديال البوليزاريو. هذه هو اللي جابوا ود حفيد ديال ود او الحفيد ديال مانديلا باش يقول كلام غبي وكلام خطير. غباءه انه ليس صحيح، وخطير انه يقارنون باسرائيل. تيقول لك راه مازال فلسطين محتله، ولا زالت الارض في افريقيا هي جنوب افريقيا، هي الغرب الافريقي، الغرب الصحراوي، لانه محتل. والغريب ان هذيك نحن في ارضنا وفي سمائنا، وما عندنا علاقه بهذيك التخربيق ديالهم كلهم. الذي نقوله ان الطغمه الفاسده العسكريه تتحرى كل وجهه فعلها المغرب بتقدمه في شتى مجالاته وبالتحامه بمالكه، تيخلوهما تطلع لهم السخانه ويحاربون الاولى. حينما الغريب جدا من تكون شي تظاهره في الجزائر للمطالبه بحقوقهم الشرعيه والقانونيه والاجتماعيه، هذاك الشيء تيخلطوا وتيقلبوا شي عجينه مع المغرب. هاد شان جزائر 2023 هو الاصل فيه المنتخبات المحليه الافريقيه خاصها تلعب الكاف او الفيفا او الاتحاد الافريقي الذي يهتم بالجانب السياسي وبالعلمي وغيره. كاين الكاف اللي تهتم بالجانب الترفيهي الرياضي او الثقافي. تتكون هذا من الوسائل ديال التلاحم. من تيجي الجزائر وتمنع المغرب وهو جار له بحدود ما يجيش في طيارته، هذه قله الاداب. ما تدارش مشيت لتونس او مشيت لفرنسا، هذه عيب. نقدر نمشي على رجليا، نقطع جوج بغال، راه دخلت الجزائر يقول لي لا ممنوع، وهذا راه ماتش ديال الكره. ولكن تيخاف من المغرب، مكانه المغرب كرويا، وانها تدخل على العالم كله. المنتخب المغربي وما حققه في مونديال قطر غادي يخلعوا، غادي لا يظن ان الشعب الجزائري او الجماهير الجزائريه التي تحتفي بالكره تشان غادي تتكلم بالسوء على المغاربه، لان حنايا مع الشعب الجزائري كما تيقولوا خاوه خاوه. ولكن الطغمه الفاسده تحارب هذا، لا تريد ان تمكننا في هذه المباريات ان نكون، لان احنا فزنا جوج مرات سابقه، فما غادي يكونش فوز فقط. تصور الحقد ديال الطغمه الفاسده الجزائريه في الاعلام ديالهم. مين كان تيفوز المغرب على اسبانيا كانوا تيقولوا اسبانيا خسرات، وما تيقدروش يقولوا المغرب. مين تيربح البرتغال تيقولوا البرتغال خسرات، ما تيقولوش المغرب ربحات. مره شي صحفي قال ان المغرب فائز او انه خسر مع فرنسا كان العصا وجروا عليه، فمعنى ان الاسم ديال المغرب يزعزعهم يخيفهم. ولكن نحن ينبغي ان نكون ملتحمين، وهذا هو الواقع. نحن ملتحمين كدوله كشعب كمملكه. لنا الحريه ديالنا والديمقراطيه ديالنا، ولنا التقدم ديالنا في شتى الميادين، ولنا خيراتنا. هما راه عندهم البترول والغاز وفقراء، شعبهم فقير جدا. اجي نحسبوا الجامعات ديالنا ونحسبوا الجامعات ديالهم، اجي نحسبوا ما حققناه علميا ونشوف ما حققوه علميا. في المشت جيتي تتلقى المغرب هو في الصداره، والجزائر في اسفل سافلين. وهذا الذي ينبغي ان نكون وان نهتم بهم. بل احيانا ان ما تفعله الجزائر للمغرب والمغاربه تخلينا احنا نزيدوا صمودا وقوه والتحاما بيننا وبين مالكينا وبين شعبنا، وما نهتموش بهم. والمغرب الصحراء دياله